أكمل النواب جلستهم الرقابية الثلاثاء التي كانوا قد بدأوا بها الأحد الماضي، بحيث اكتفى أغلب النواب بأجوبة الوزراء المعنيين، وطالب النائب محمود نعيمات بإحالة ملف أراضي الشركة الوطنية للدواجن إلى مكافحة الفساد والتحقيق مع رئيس الحكومة في ذلك الوقت، كما قام النائب فواز الزعبي بتحويل سؤاله إلى استجواب. بدي جواب من الرئيس. كملت يزيد على نقطة تقرير لجنة الأراضي، تقرير لجنة المجلس 16، وكم هي المساحة المستقلة، وما هي الإجراء التي اتخذته الدولة بحق الشركة بخصوص الأراضي التي لم تستقل، خصوصا أن الشركة واضع يدها على حوالي 4000 درهم دون وجه حق. سعادة النائب، في إلنا في يوم 20/3/2017 كان يتضمن كم مساحة الأراضي التي حصلت عليها الشركة الوطنية للدواجن، وكم السعر المدفوع للدنم الواحد، وكم هي المساحة المستغلة. الرد جاء على النحو التالي: المساحة المفوضة باسم الشركة الوطنية للدواجن بلغت مجموع المساحات المفوضة للشركة 3645 دنم و342 متر مربع تقريبا، وقد تمت عمليات التفويض خلال أعوام 1994 و1999 و2005 و2007. أرجو من الحكومة أن تحترم عقول النواب، وليس قاصدا معالي وزير المالية بل الحكومات السابقة، لأن هذا السؤال 4 مرات تكرر، وحيث أن الإجابة على سؤالي لم تكن مقنعة على الإطلاق، لا بل لم تكن كافية، والرد غير مقنع، وأنني أحول سؤالي إلى استجواب إلى الحكومة. وفي بند ما يستجد من أعمال، طالب النائبان سعود أبو محفوظ ومصطفى ياغي الحكومة بأخذ الإجراءات الحازمة والفورية تجاه الكيان الصهيوني لانتهاكات المستوطنين في المسجد الأقصى، بينما تساءل النائب سليمان الزبن عن عدم إجراء الانتخابات المتعلقة بالبلدية واللامركزية في لواء الموقر حتى اليوم. فمنذ فوز ترامب في 10/11/2016 وصدور وثيقة النوايا المشؤومة، والقدس تعاني بقسوة، لكن منذ أكثر من 100 يوم على قرار ترامب تضاعفت المعاناة إلى ذروة المنتهى، فكل شيء تضاعف أضعافا مضاعفة دون تفصيل: الغرامات المتصاعدة، الرسوم، المسقفات، الضرائب، الرخص الباهظة، الاجتياحات، الاقتحامات، الاعتداءات، العزل، السجن الاحترازي، حبس الأطفال في منازل أخرى بعيدة وتحت الكاميرات، سحب البطاقة الزرقاء بمعنى حرمانهم للآدمية بلا تأمين صحي ولا ضمان اجتماعي، المخدرات، الإغلاقات، الحواجز، المغافر تضاعفت، السفارة افتتحت، الاستيطان، منع الآذان، توطئة لالتهاب القدس والانقضاض على الأقصى. أتمنى من الحكومة وهي صاحبة الولاية العامة وأن المسجد الأقصى تحت الوصاية الهاشمية أن تقوم بإجراءات فورية وعاجلة لمنع المستوطنين وحكومة الاحتلال الصهيوني من مثل هذه الخطوة، وكذلك فإن القوانين العنصرية التي يصدرها كنيسة دولة الاحتلال وآخرها سحب بطاقات المقدسيين بهدف تفريغ القدس من أهلها، كما هو الحال بالنسبة لباقي الأراضي الفلسطينية. بلدية المقر سواء كانت على المجلس البلدي أو المركزي، لماذا لا تجرى هناك انتخابات؟ نحن لنا سنة ولا بد أن يتم تحديد موعد الانتخابات، الأهل ينتظرون هذا. ورفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية الجلسة إلى يوم الأحد القادم، حيث تعقد جلسة مشتركة مع الأعيان لحسم الخلاف حول 3 قوانين هي التعليم العالي والجامعات الأردنية والمصادر الطبيعية. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.